العالم يشهد أن رياض محرز هو الأفضل. رياض محرز يحقق عن جدارة واستحقاق الحلم الذي طالما راوده وهو دوري أبطال أوروبا بعد مشوار حافل بالألقاب والإنجازات. وتشاء الأقدار أن تكون مدينة إسطنبول هي المدينة التي تحقق فيها حلم ساحر العرب دوري أبطال أوروبا كثاني لاعب جزائري بعد رابح ماجر. بدأت رحلة رياض محرز في كتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي من نادي ليستر سيتي، أين قاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم حقق معه أول لقب في تاريخ النادي، لقب لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين في موسم تاريخي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما نال جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2016. وفي عام 2018 انتقل محرز إلى العملاق مانشستر سيتي، أين حقق معه جميع الألقاب المحلية الممكنة، محققا رقما قياسيا بخمسة ألقاب، وهو سابقة في تاريخ اللاعبين الأفارقة بالدوري الإنجليزي. وواصل ساحر العرب التألق، ولكن هذه المرة امتد سحره إلى الصعيد الدولي، أين حقق مع المنتخب الوطني كأس أمم أفريقيا بمصر في 2019. حتى في الجول يا رياض، حتى في الجول يا رياض، حتى في الجول يا رياض، حتى في الجول يا رياض. واليوم يكتب ثعلب الصحراء اسمه بأحرف من ذهب، ويتوج بذات الأذنين أغلى الألقاب الأوروبية. العالم يشهد أن رياض محرز هو الأفضل.